اطلع سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية على تقرير اللجنة الأمنية المتعلق بإحصائيات العام الماضي حول تقييم الوضع الأمني بالمحافظة الجنوبية، وذلك خلال ترأس سموه لاجتماع اللجنة الأمنية الأول للعام 2023، حيث أشاد سموه باستعدادات ومستوى الجاهزية الأمنية وسرعة الاستجابة في تلقي البلاغات الواردة لخدمة أهالي المحافظة الجنوبية. هذا وأثنى سموه على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ترسيخ مقومات الأمن والسلامة في مناطق المحافظة، بما يعزز من نجاح المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المجال الأمني.